نادين الراسي تقتحم منزل سيدة تضرب ابنها، فقدت أعصابها وبدأت بالصراخ، وما حصل لم يكن متوقعا. قامت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بتصرف غير متوقع فاجأ الجميع، وذلك بعد أن قامت باقتحام منزل سيدة تقوم بتعنيف طفل. وفي التفاصيل، فقد نشرت نادين على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام مقطع فيديو وثقت فيه ما حصل، إذ سمع في بداية الفيديو صوت السيدة وهي تقوم بالصراخ على الطفل وضربه، وسمع صوته وهو يصرخ من الخوف والرعب، وذلك قبل أن تقرر نادين اقتحام المنزل لإنقاذ الطفل، ففقدت أعصابها على السيدة وبدأت بالصراخ عليها وتأنيبها لما تفعله. عم تخنقيه؟ عم تخنقيه يا حيواني؟ وقد أرفقت نادين الفيديو بتعليق قالت فيه: بتحمل كامل المسؤولية هذا إن أخطأ، على أمل تحرك المعنيين. وأضافت: الطفل صار له شهرين عم يتعنف، والضيعة بتشهد، وساعة بتسمعت الصوت الليلي اقتضى التوضيح. ضربي ابنك ولي أنا محروم من ولادي، عم تفهم مش يعني يكون عندك ولد؟ وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ما قامت به نادين، فأثنى الكثيرون على تصرفها، وكان من التعليقات: الله ينصر دينك يا نادين، والله فشيت خلقنا. وكتبت متابعة أخرى: حبيبة قلبي طول عمرك بطلي. فيما أضافت متابعة أخرى: ما قصرت فيه عن جد، متوحشة، بس إن شاء الله ما ترفع دعوة من عندها اقتحام ملكية خاصة، لأن القانون للأسف ما رح ينصف نادين. وفي المقابل انتقد البعض تصرف نادين، مشيرين إلى أنه لا يحق لها التدخل هكذا، وأن الأم لم تكن تعنف الطفل. وكان من التعليقات: ما فهمت، إما عم تربي ابنها لأني مكذب عليها، شو بدكن يعني تبوسوا وتشجعوا على الكذب؟ والله ما دمر مجتمعاتنا غير مفهوم التربية الحديثة. وأضافت متابعة أخرى: بغض النظر عن تصرف الأم، بس أنت شو دخلك وما إلك الحق تدخلي، وأكيد ما رح تحب الولد وتخافي عليه مثل أمه. هذا وكان لافتاً تعليق الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على الفيديو، إذ أعادت نشره على صفحتها الخاصة عبر موقع أكس، وكتبت: نادين الراسي توثق فيديو لوالدة سورية تضرب ابنها بعنف، وكادت تخنقه بلا أي رحمة لولا تدخل نادين واقتحامها المنزل بالقوة. برافو نادين.